السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلعب الجذور الحرة دورا خطيرا في تحفيز الاستجابات الالتهابية التي تسبب الحساسية للجسم، الشيء الذي يحتم تناول المصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة. وفي سياق موضوعنا، فإن التفاح إحداها، وذلك راجع إلى غناه على مستوى البرو أنتوسيانيدين والكيريسيتين، اللذان يقاومان التهاب مجرى الهواء التحسسي للربو والتهاب الجيوب الأنفية. ففي دراسة مراجعاتية نشرت بمجلة المغذيات، فإن احتمالية عدم الإصابة بالربو وسلامة وظائف الجهاز التنفسي والمناعي مرتبط بمدى استهلاك الشخص الخضار والفواكه. من أجل هذا، فإن تناولك للمصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك التفاح من شأنه تقليص احتمالية الإصابة بأمراض الحساسية بصفة عامة. ختاما لحلقتنا، ندعوك عزيزي المشاهد إلى مشاركة هذه المعلومة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.